السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مرات زي نعمل سلم بس القلب بتاعته تكون عبارة عن سلم لاندنج بتاعه. طيب هقول له دلوقتي انا عايز ارسم ستير، فبيبدأ يدخلني في الران. طيب هبدأ ارسم اهوت السلم بتاعتي اهوت، ده رسمت جزء، وبعد كده المفروض ان انا اكمل بالشكل دوت، فهو يبدأ يرسم لي الباستا ديت. بس ممكن اقول له لا، ده انا عايز ارسم بشكل اخر. اقول له مثلا عايز ارسمها على هيئة مثلا سلم بالشكل دوت اهوت، دي نقطة المركز بتاعتي. تمام، ممكن بقى احدد انها تبدأ مثلا من هنا، وابدا امشي مثلا لحد هنا، وبعد كده اقول له انا عايز اكملها بالشكل دوت. تمام، حسب بقى عدد السلالم اللي متوفر. ممكن نقول له بدل ما هي ليفل 2 خليها للروف مثلا، او نقول له 2000 بعد الـ2، بحيث ان هو يديني عدد من السلالم اكتر. اهو هنا مديني كام سلمة، 32 اللي خدنا منهم دول، فتقدر تمد كده زي ما انت عايز بالشكل ده. طيب ده السلم دوت، تعالى شوف كده بقى هيطلع ازاي في 3D. تعمل سيلكت عليه وتلفه بالشكل دوت. طبعا مش لازم الزاوية بالشكل دوت، بس ده لو هو يعني المكان ضيق ممكن توسع شوية زي ما انت عايز.